الغراب ما خالق رقاجي اليوم بالنسبة للموريتاني اللي مزارعين وأهل التنمية قد يصيبوا عن الغراب. نحرزوها وبالتالي ما قد نصيبوا عنها من دوره في الإصلاح حتى. المشروع بدا يشتغل فينا هون سنه 2018 بدا المشروع يشتغل فينا واستفدنا حتى من شغلته فينا لانه الصراحه ان التراب ما كانت خاسره كانت مهجوره السنوات الماضيه ما كانت نحرث ذكي اليوم الحمد لله تنحرث كثرت فيها النباتات وكثرت فيها نباتات الاشجار ولله الحمد ونتجو منها كل ياسر من المسائل اللي نعيشوا بهم نحن غذائنا اليومي حصول الأمطار.